فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الميت ثلاث، الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع ثلاثة ويبقى واحد. لا، يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله ودمه، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. كيف يعني ماله يتبع؟ أليس الإنسان إذا خرج معه أخوه، أليس كذلك؟ وخرج معه ماله، فما هو ماله؟ قال أهل العلم: هذا في الميت الذي له أرقاء يتبعونه، والأرقاء أموال يباعون ويشترون. وقال بعض العلماء: المراد بماله هو ما يكرم من أجله، يعني أن الناس اللي غير أقاربه وغير أهله يخرجون معه من أجل ماله إذا كان تاجرا، فعبر بالتابعين من أجل المال بالمال، عرفت؟ ولهذا نجد الفقير إذا صلي عليه في المسجد من يتبع؟ لا يتبعه إلا الذين يحملون النعش فقط، أربعة أو خمسة أو ستة، لكن إذا كان غنيا ما شاء الله ملأ المسجد، فهذا تبع المال، وربما يقال أيضا ما يغطى به مثلا من أكسية أو نحوها يرجع، لكن هذا ضعيف. فالمعنى إما أن يقال إن المراد بالمال العبيد الأرقاء، أو المراد بالمال ما يكرم من أجله، ما يكرم به من أجله، وهو كثرة الناس الذين ليسوا من أهل الميت. نعم.